أنا الآن أقف بالضبط أمام المدرسة التي حصل الاعتداء اليوم، ووصلنا إلى هنا إلى مكان الحادث قبل ساعة ونصف حتى نجري يعني شهود عيان ميدانيا حتى نأخذ المعلومة من شهود العيان وماذا حصل هنا. لذلك أتيت هنا قبل هذا البث بساعة تقريبا أو ساعة ونصف، تواصلت مع الكثير من الأهالي المتواجدين حتى يحدثونا بما حدث، حتى لا نستند فقط على الرواية ما قالها من جهة التيار أو من جهة القوات الأمنية. شهود العيان لهم دور كبير بإثبات الحقيقة وحدثونا عن الحادث الذي حصل. طبعا إعدادية الشموخ التي تقع في صوب الشامية من خلفي قد لا تكون واضحة القطعة، هي إعدادية البنات في هذا الصوب، هذا الصوب صوب الشامية، وهنا حي الشموخ واحد من أرقى الأحياء. طبعا الإعدادية هذه انشملت في مشروع البنيان المرصوص الذي يقوم به التيار الصدري بتنظيف وغسل وغيرها للمدارس. عندما كانوا يتواجدون أتت دراجة نارية يعني يستقلها شاب صغير حسب ما حدثوني الشهود، لا يتجاوز العمر ما بين 15 إلى 17 عام، وعندما وصل بالقرب من المدرسة قام بإطلاق النار من مسدس شخصي يحمله كان معه، ولا ذا بالفرار. بعدها تحركت القوات الموجودة أو الأشخاص الموجودين من التيار الصدري إلى الخارج، ومن ثم بعدها بتقريبا ربع ساعة، طبعا هذا الحادث حصل ما بين الساعة 6:00 و7:00 مساء من مساء اليوم. ومن ثم أتت قوات كبيرة من سرايا السلام، طوقت المدرسة والمنطقة التي تقع فيها المدرسة من أجل الاستعلام والاستفهام أو قد يكون موجود في هذه المنطقة.